انطلق في اللاذقية معرض الكتاب من تاريخ 10 ولغاية 30 من الشهر الحالي، حيث تضمن المعرض مجموعة كبيرة واسعة من إصدارات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الحسومات التي تصل إلى 60% ومجموعة من الألوان الأدبية المتنوعة والغنية. المعرض بيتضمن مجموعة كبيرة واسعة من إصدارات وزارة الثقافة بحسومات تصل إلى 60%، في مجموعة من الألوان الأدبية اللي بنشوفها خلال المعرض متنوعة وغنية. هاي الأعمال عم نحطها بين أيدي جمهورنا الثقافي والأدبي، طبعا عم يكون في إقبال، عم يكون فيه انتظار للمعرض بشكل دوري. معرض الكتاب الشهري السنوي بيضم إصدارات وزارة الثقافة خلال العام الدائم الكامل، بنعرضه نحن هون. دائما في عنا نسبة حسم تتراوح بين 50% ل60% لجميع الطلاب والهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة. المعرض يقام كل سنة، بيضم أحدث الإصدارات اللي بتقوم فيها بتصدر الهيئة السورية للكتاب ووزارة الثقافة. طلاب بيجوا لعنا، دائما في عناوين مختلفة يعني تتنوع ما بين الفن السابع، ما بين الأدب العربي، ما بين التاريخ، قصص للأطفال، موضوعات تخص الأطفال، موضوعات نفسية أحيانا تتواجد، يعني موضوعات أغلبية تهم الطالب الجامعي بمختلف الاختصاصات اللي هو موجود فيها. مركزنا بيهتم ببيع الكتب لطلاب الجامعة والكادر التدريسي بجامعة تشرين بسعر حسم 50% ل60%. نحن بهالفترة عنا شهر الكتاب، منقوم ببيع الكتب بحسم 60% للطلاب، طبعا بيتضمن الإصدارات لوزارة الثقافة. نحن من دائما بنجي لهون على المعرض، في فوائد كتير مهمة الكتب اللي بناخدها منه، في عليها دائما كأس نص القيمة، ويعني الكتب اللي بناخدها من هون دائما مفيدة، وفي كتير عالم أصلا عم تيجي لهون تاخد من الكتب الموجودة. بالنسبة لي كطالبة، أي شيء ممكن يكون عندي حلقة بحث مثلا أو هاي ممكن إجي لهون، وعم شوف يعني كتير شغلات متنوعة لكل الاختصاصات ولكل الأقسام، يعني حتى هلا عم شوف قصص للأطفال كمان، فكتير غني المعرض. المعرض بشكل عام بيساعد على تثقيف الطلاب ومساعدتي على جمع نوعية من الكتب بأسعار معقولة. غاب معرض الكتاب في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لكن هذا العام عاد وبقوة وبعدة منافذ للبيع.